السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على أنواع من السبرينج اللي هو الميكانيكال سيل، وقلنا إن في عندنا النوع السبرينج الواحد اللي هو سبرينج كبير ملفوف ممكن يكون مسلوب أو عدل، وفي عندنا الويف سبرينج اللي هو عامل زي آيات العربية النقل ممكن يبقى طبق أو اتنين أو أكتر، وفي عندنا النوع المالت سبرينج اللي هو سبرينجات كتيرة صغيرة عاملة زي سوس القلم كده لكن عدد كبير ملفوف على الداير. وقلنا ان كل الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها اللي فاتت دي بتتبع نوع من الميكانيكال سيل اسمه البوشر تايب. البوشر تايب اللي هو فيه اورنج بيتحرك على العمود بيتزحلق، وعرفنا يعني ايه، فنراجع الفيديو اللي فات عشان نعرف ايه هو البوشر تايب. نكمل انواع السبرينج دلوقتي. السبرينج اللي قدامنا ده نوع تاني بيسموه الاستمر بيلو. يعني ايه بيلو؟ بيلو يعني منفاخ او وصلة مرنة. فنبص قدامنا كده نلاحظ ان هو عبارة عن وصلة مرنة كاوتش والسبرينج موجود بره. طيب الوصل المرن ده ما بتحتاجش اورنج على العمود لان هي نفسها بتشتغل بتقعد على العمود نفسها بتحتاجش اورنج، وبعدين بيبقى المتحركه مطبوخه جواها والثابته بتثبت في الجسم بالاورنج بتاعها او بالكاوتش المطبوخ عليها. تمام، يبقى معنى كده قدامنا ان النوع اللي قدامنا ده عباره عن وصله مرنه. طب في اورنج ما بين العمود وما بين الوصلة ما بين الحلقة المتحركة؟ لا. ليه؟ لأن هي مطبوخة نفسها في البيلو اللي قدامنا ده. طيب ممكن يبقى البيلو ده تيفلون، زي ما احنا شايفين ممكن يبقى تيفلون كده وتبقى الحلقة المتحركة مطبوخة جواه والحلقة الثابتة تحتاج برضو أورينج اللي هما الاتنين اللي موجودين على الأرض دول. طيب الاختلاف ايه ما بين التيفلون أو الإلاستومر؟ ده بيعتمد على نوع المادة دي والتآكل الكيميائي بتاعها ودرجة الحرارة. طيب ممكن أعمل البيلو ده أصلا معدن؟ ممكن اعمله معدن زي اللي قدامنا ده اهو، ده معدن نتيجة لارتفاع درجة الحرارة او الضغط، فممكن اعمله معدن مش الاستمر، مش مادة مرنة. ونفس الحكاية بتبقى الحلقة المتحركة مطبوخة جوه المعدن ده، واحيانا بتبقى طبعا البيلو ده بيبقى ملحوم والحلقة الثابتة بتبقى واخدة اورنج في الجسم او زي ما احنا شايفين. طيب وهنا الالن ده بيتربط على العمود عشان ينقل التورك من العمود للحلقة المتحركة. النوعين اللي اتكلمنا عليهم دول سواء البيلو الالاستومر او البيلو الالاستومر او البيلو الميتال بنسميهم نمبوشر. يعني ايه نمبوشر؟ تعال نبص كده، ادي عندنا ادي الفلويد بتاعنا السائل اللي انا عايز امنعه، وادي البيلو بتاعنا اللي هي السوسته الحديد، وادي الحلقه المتحركه، وده الاورنج ده ثابت على العمود. ثابت فين؟ جوه القفص. يبقى ما بيلف بس لكن ما بيتحركش على العمود، ما بيتزحلقش على العمود. تمام. طيب لو الليك حصل اللي هيحصل ان السوسته او البيلو الميتال هيفرد لوحده ويزق الحلقه المتحركه ضد الحلقه الثابته ويقرب منها ومفيش حاجه بتزحلق على العمود. يبقى معنى كده لو رجعنا الفيديو اللي فات هنلاحظ ان كده العمود حتى لو عليه اثار تسريب، لو عليه اضطراب، لو عليه حاجه ماده متحجره، مش هيعوق الحلقه المتحركه ان هي تتحرك وتروح للثابته. زي ما احنا شايفين كده اهو، ادي الحلقه الثابته، الحلقه المتحركه، وادي البيلو الميتال الميل ويلدد هيبقى عايز يتحرك هيتحرك كده. الماده الخضراء اللي احنا شايفينها دي اللي هي نوع التسريب اللي كانت بتتجمد على العمود وتمنع الاورنج في النوع اللي فات انه يتزحلق فتخلي الميكانيكال سيل يعلق ويقفش في مكانه وما يقفلش واحنا نفتكره باظ، مش موجوده خلاص لان مفيش احتكاك خالص، مفيش اتصال ما بين العمود وما بين الحلقه المتحركه والسوسته. تمام كده، نراجع الفيديو اللي فات عشان نعرف الفرق. طب تعال نحطهم جنب بعض كده، اللي فوق ده البوشر تايب واللي تحت النم بوشر تايب. لو لاحظنا البوشر تايب اهو الاورنج قاعد على العمود ففي احتكاك ما بين العمود وما بين الاورنج، فلو الاورنج ده قفش مع العمود وما اتحركش الميكانيكال سيل هيفتح ويسرب، على عكس النوع اللي تحت. ونكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.